السلام عليكم، يعطيكم الصحة والعافية وهالأجواء الحلوة ما شاء الله. طبعا هذا الإيلاند حيوان جميل، حيوان ضخم ما شاء الله، يوصل لوزنه تقريبا إلى طن من الوزن. هذا من يبلغ يعني يصير حجمه ما شاء الله واجد عود وضخم ضخم يصير. شوفوا هذا لأنه ضعفان يبين لكم هذا حجمه، بس الحجم ما شاء الله يعني من الحيوانات الضخمة، يعني اللي يعرف هذا النوع الحيوان. طبعا اليوم نراويكم كذا أنواع مع هالأجواء الحلوة. عندنا هذا الإيلاند، عندنا هاي الزوبرة حمير الوحشية ما شاء الله جميلة وتميز باللون الأسود مع الأبيض، حيوان جميل. شلون ما شاء الله هذا الإيلاند مع الزوبرة حمير الوحشية، مع الأجواء الحلوة هذه ما شاء الله ما شاء الله. يأكلون الأعلاف الأبقار، شوفوا شلون حجمه، شوفوا شلون جمال الوجه ماله والراس ماله، شوفوا هاي القرون ماله ما شاء الله. هذا الإيلاند هذا مفروض يصير أضخم من كذي، بس أنا بروحه هني مايا ونيس شوفوا ما شاء الله. وعندنا هاي الزراف، طبعا هذه حظيرة من أنواع الحيوانات الأفريقية، يسمونها الزاوية الأفريقية عندنا هني في المحمية. عندنا هاي الزرافة اللي سوينا لكم تغطية من قبل، هاي زرافة واحدة عندنا هني. وعندنا السميتر بحراب، عندنا المهر، هذا المهر ما شاء الله جميل، هذا طبعا ذكر. وعندنا هني وحراب والزوبرة، عندنا تقريبا هذا نوع مع الثاني الثالث الرابع والخامس، خمسة أنواع تقريبا في هاي المكان. طبعا هاي الزوبرة ما شاء الله، شوفوا شلون جمالهم مع الأجواء الحلوة ما شاء الله. هاي النفذي حامل، هذا طبعا حامل، شوفوا ما شاء الله حجم بطنها عقد، الله يسهل عليها. شوفوا شلون ما شاء الله، صدق جميل، سبحانك على هذا الخلق. وعندنا بعد نوع ما ننساه، أبو عدس، هذا الذكر أبو عدس، مجموعة حيوانات في المنطقة الحلوة هذه. شوفوا ما شاء الله اللون ماله مع صوت العصافير،
قلت لكم هذا ابو حراب. شوفوا المهر ما شاء الله، الزوبرة هذا الإيلان اللي صورناه إليك. شوفوا ما شاء الله حجمه، وجهه شلون تحقرص من الدباب. هذا ما يقدر يمشي من سبة الحوافر كبار، إن شاء الله راح يقصصون. وهي الزرافة واقفة هنا، وهذا شو راح يسوي. شوفوا شلون حجمه، يكون في الطبيعة يبين أضخم من كذي، يعني ممكن في التصوير ما يبين الحجم ماله، بس في الطبيعة شيء فظيع يعني. ما شاء الله كأنه حصان تركب فوقه. عدل يا صديقتي، جاي تبي جزرة؟ ما عندي جزرة. تبي جزرة؟ جزرة ما في، خلصها. هذه الزرافة، هذا النيلان. شوفوا ما شاء الله حتى جمال العين الزرافة. وهذا أنا ما شاء الله فظيع. هاي الجزرة جبنا ليش؟ تفضل.